السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو جديد، زي ما انتم شايفين كده فيديو المشتريات بتاعة السوق. قلت اعرضها معاكم علشان خاطر اللي حابب ينزل يتسوق او كده ومش عارف الاسعار يبقى نازل وعارف الاسعار ايه. طبعا ماما هي اللي راحت جابت لنا النهاردة الخضار والطلبات البيت. يعني هنبدأ هنا كده. اول حاجة جبنا النهاردة وراك مش فراخ، الكيلو ب23 جنيه. وجبنا البطاطس، دي بطاطس كده طينية فيها طينة كده، ديت التلاتة كيلو ب خمسة الأربعة كيلو كيلو خمسة كيلو بعشرة الخمسة كيلو ب10 جنيه، ديت اللي هي فيها طينة يا جماعة. وجبنا نوع تاني اللي هو أربعة بيبقى بعشرة رملية، دي بقى الـ4 بـ10. يعني دي الـ5 بـ10 اللي هي الطينية، دي الـ4 بـ10 جنيه. والفلفل يا ماما بكام الكيلو؟ فلفل الحامي، الفلفل اللي هو قرون اللي هو الحامي دوت ب8 جنيه الكيلو. والبتنجان الرومي ب2 جنيه، ادي كده زي ما انتم شايفين صابح وجميل اهو. وجبنا كمان خيار، الخيار الكيلو ب7 جنيه زي ما انتم شايفين برضو جميل قوي. وجبنا كمان الطماطم، طماطم النهاردة حلوة وجميلة، الـ4 كيلو بـ10 جنيه زي ما انت شايفين منظرها تحفة. وجبنا كمان الجزر، الجزر كيلو بكام يا ماما؟ الكيلو ونص ب5 جنيه. والبصل، شايفين البصل النهاردة تحفة، شايفين شكله عامل ازاي؟ بكام الكيلو يا ماما؟ 3 بـ10. الـ3 كيلو بـ10 جنيه. وجبنا كمان الفلفل الرومي، الفلفل الرومي اقل شوية يا ماما في السعر ب6 جنيه غير الحامي. وجبنا طبعا الخضرة الايام دي جميلة، جبنا كده جرجير كل الكمية دي بـ1 جنيه بس. وجبنا بقى لزوم التخزين، زي ما انتوا عارفين احنا خلاص دلوقتي بنخزن بقى البسلة. البسلة الكيلو بـ5 النهاردة ولا الكيلو بكام؟ الكيلو بـ5 جنيه. وادي كده المشتريات بتاعتنا، فيديو خفيف، ويا رب نكون كنا خفاف على قلبكم النهاردة وبسيط كده. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوناش في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب، وهستنى التعليق بتاعكم تقولنا ايه رأيكم في الاسعار، اتضحك علينا ولا ايه، او ماما بقى اتضحك عليها، ولا الاسعار النهاردة كويسة. واخر حاجة اقولها لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.